بدأ فرع سوريا للحبوب في محافظة حمص باستلام محصول القمح بعد تجهيز جميع مراكز استلام الحبوب في المحافظة. صومعة حمص والتي تصل سعتها ل80,000 طن هي إحدى 4 صوامع مجهزة لاستلام الأقماح. الفلاحون يتوافدون عليها منذ ساعات الصباح الأولى لتتم عملية الاستلام بسهولة وسرعة. فتحنا 4 مراكز بحمص، هي 3 صوامع، تلكلخ شنشار وحمص، وفي صوامع المشرفي لشراء الدقمة والمشول، وعندنا مستودع لبيع الأكياس بمركز حمص الدائم. هذا الصومعة بشكل طبيعي الأمور تسير وفق الإجراءات النظامية والقانونية اللي نحن وفق تعليمات الاتحاد العام للفلاحين، وفق تعليمات وزارة التجارة الداخلية، وفق تعليمات وزارة الزراعة. الفلاح نحن مباشرة مهيئ له كل الظروف من القرية مباشرة، من الحقل إلى الحصاد مجهزة، أمنا له مازوت زراعي 250 لتر. الإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة للفلاحين بالإضافة إلى رفع سعر الشراء واستلام الفلاح السعر خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة ساهم بازدياد إقبال الفلاحين مقارنة بالعام الفائت، كما أن رفع نسبة الشوائب أدى إلى قبول جميع أنواع الأقماح. الحمد لله كل شيء نظامي، يعني الأمور كلها ماشي نظامي، بس نحن يعني بنحب نطالب بس بدعم مازوت شوي والسواد وهيك يعني، وتخفيض الاجور للفلاح من الحصاد. يعني الحصاد عم تاخذ 20,000 من هنا على الحصاد الدلوم، عم نستنى العينه لتطلع، وبعد منا بنطلع من هون بنفوت لجوا على التفضاي بنفضي، وبنطلع كمان على الابان نفس الشيء بنرجع. لا انا هي شيء ثامن مره، ثامن مره تمام. كلهم الله يعطيهم العافيه الشباب. التعامل يتم تسجيل الدور حسب على الوصلة، على وصلة الأخ المزارع، ويتم دخوله على القبان بعد ما يوزن، يتم دخوله على المسبر لأخذ العينة. الفلاح لهون بنسحب له عجورة، نحن هون بنفتح له الطوى كأنه اللاب، كأنه هذا منيسر أمورهم، أمورنا هون محلولة الحمد لله رب العالمين والشغل ماشي. حدد سعر شراء القمح من الفلاحين لعام 2021 ب 900 ليرة سورية للكيلو الجرام الواحد، و 800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة 100 ليرة لكل كيلو جرام لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.